ممكن تتشاف في الصور. بس مفيش كلام ممكن يوصف روح. الراحة اللي بحسها لما بشوفها. إحساس بالونس والدفى. العشرة. الذكريات. أيام حلوة وأيام صعبة. مجنون رسمة أنا؟ لا جنان ولا حاجة. أنت بتحب. دار في الكواليس دلوقتي واحنا بنشوف المشهد ده انه أمينة خليل يعني ايه شجعت جدا وعملت نظره لفته مشجعه كده لحضرتك. برافو تايسون. لتايسون. وانت كنت سعيد وانت بتشوف المشهد؟ انا اول مره اشوفه. اول مره تشوفه؟ كان جاي؟ اول مره تشوفه كجزء من المسلسل؟ انا لسه ما اتفرجتش على المسلسل كله. الحته الرومانسيه دي دايما يقولوا في التمثيل انه لازم يبقى الممثل في اي تجربه في اي دور مهما كان الدور بعيد عنه بس بيدور على حاجه كده يرتبط بيها يلاقي خيط كده يشده يبقى فيه جزء منه يعني. ده جزء من تايسون الحقيقي؟ ده جزء من محمد ممدوح الحقيقي الرومانسيه اللطيفه دي؟ والله مش عارف يعني ما تسالش السؤال ده مراتك. ما اعرفش يعني لاني ما لا اصل في شخصياتك دايما في الملمح ده. هو في الملمح الانساني لان هي بتبقى شخصيه هي بني ادم في النهايه. ايوه بيبقى في الملمح الانساني اللي هو لو هو كده عشان حب بيبقى عامل كده لو هو كده عشان علاقه حب قصدي بينه وبين واحده او علاقه طار او انتقام او ايا كان يعني بيبقى في الملمح الانساني حقيقي مفيش حد ما عندوش الحته دي فقدر الامكان بحاول اخلي الشخصيه مواكبه للواقع الموجود المره يعني اللي يعني طارق ده مسكين في 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 المنطقه دي هو كمان الكلام هو اللي سايق حلو قوي. الكلام حلو قوي قوي ما شاء الله يعني المشهد ده الكلام سايق لواحد فقد مراته بس لما الكلام يبقى حلو بيحط عبء كبير جدا على الممثل انه يعمله ديليفري كويس بالظبط طبعا بس هو من الاول بقى انت شايل هم ان من الاول احنا فرشين فكره ان طارق بيحب مراته جدا وماتت أيوه. تحت مسؤوليته صحيح وماتت وهو عشان هو راجل شريف ومش فاسد والحكايه دي قليله في الـ في الـ في الفن المصري عموما قليله الحاله دي قليله حاله ال 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 شوف بنشوفها بره كتير الضابط الامن الشخصيه القويه اللي بيبقى عنده مشكله افتقاد او وحشه لعيلته او بتحصل له ازمه بسبب مراته او عيلته بالزبط. دي ما بتبقاش كتير في الفن المصري احنا نوعا ما الحاجات الانسانيه البحته دي بتبقى العمق الانساني ده شويه احنا مش يعني قليل اللي بيكتب فيه براحته كده بيبقى فرق تلاقي الشخصيه تاريخها في ايدك ومعافقها ومكتوب حلو و الكاركتر واضح جدا وطبعا مع الكتابه كمان المخرج لما تقعد معاه فتلاقيه بيسد لك الصغور الثغرات اسف اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الورق او اسئلتك اجابتها موجوده انت عشان تأدي بالظبط او اجابتها موجوده او هنجاوبها مع بعض ما ده بيبقى مهم كل ده بيدي نهايه بيودي نهايه لفكره ان كلام زي ده هو محسوس عشان مثلا او يعني الحمد لله طلع حلو الناس بتقول يعني الحمد لله عشان خاطر حاجات بقى من الاول